أرشيفكم على التذكير. بس إحنا دقيقة بقت لنا ننتظر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Today's lecture is going to be on psychiatric assessment. راح نبدي بالبداية. هو العمل مالت psychiatry راح يكون في شيء خفيف إن شاء الله. ما نضيف لكم أكثر من النظري. بس مجرد أشياء ركز عليها. أشياء مهمة ما نقدر نلحق بالنظري. وفيديوهات حلوة نشوفها. فبالبداية لازم نعرف شلون نقيم المريض اللي يجينا بشكوى نفسية psychiatric problem. نبدأ شلون نسوي له assessment وشلون نمشي وياه. أول شيء لازم تعرفوه، إحنا طبعاً هذا المفروض بالبداية بالنظري بس ما يصير عندنا مجال، فأعطيكم إياه من العملي. تعرفون إحنا يا على يا نظام بنسوي diagnosis. في المحاضرات كلها تشوفون بنمشي على DSM-5. يمكن قلت لكم briefly DSM-5 معناها diagnostic and statistical manual of mental disorders. وهذا النظام تمشي عليه، يعني هو نظام أمريكي تمشي عليه مجموعة دول اللي هي كندا، أستراليا، نيوزيلندا and أمريكا. وهذا اللي تشوفوا قدامكم كتابين، البنفسجي هو DSM-5، الإصدار الخامس هسه اللي احنا بنمشي عليه بال 2013 هذا كان الإصدار، وكل 14 سنة يصير تحديث. منو اللي يسوي تحديث؟ يعني جمعية الأمريكان سايكايتريك أسوشيشن، بـ 36,000 طبيب نفسي من مختلف يعني دول العالم يسوون هذه التحديثات كل 14 سنة، لأنه تعرفون أكو تغييرات تطرح، أكو أشياء جديدة، مثل ما شفت بالمحاضرات ربما أذكر لكم أنه مثلا كانت الـ OCD Obsessive Compulsive Disorder Both Traumatic Stress Disorder كانت بسبب أنه ضمن الـ Presentation of Some Sort of Anxiety، فكانت ضمن الـ Anxiety Disorder، لكن هنا بالـ DSM-5 اتشالن، خلوا كل وحدة بكاتيجوري. واضح؟ فكل شيء هواي تغييرات تصير، تنضاف كرايتيريا جديدة، تنحلب كرايتيريا، تنضاف Mental Health Disorders جديدة ما كانت موجودة. يعني هاي اللي تذكرون بالقسم ياها بالكومبولشن اللي صار يعني كومبولشن انترنت يوزر، يعني بعض الاضطرابات اللي تخص الانترنت واللي تخص السمارت فونز، انضافة جديد ما كانت موجودة. صار واضح؟ فهنا هذا التغييرات اللي تصير. بعد حتى اللون ثابت، يعني هذا بنفسجي، لون بنفسجي حتى نميز عن بقية الاصدارات السابقة DSM-1, 2, 3, 4. عندنا بما يقابله هو الـ ICD، سامعين بـ ICD، انتو سامعين بـ يعني بالاختصاصات الثانية سوتمكم عنه أو ياخذون كمرجع. الـ ICD هو الـ International Classification of Disease، هذا طبعا تصدره منظمة الصحة العالمية الـ WHO، اي نعم، الـ WHO تصدره. وهمات إصدارات بآخر إصدار 11 اللي يشتغلون عليه، يعني اللي موجود يستخدموه بالتشخيص، كان في 2018، يعني قريب ما صار 3 سنوات، وتعتمد عليه. طبعا هو هذا مو خاص بالنفسية فقط، الـ DSM خاص بالنفسية فقط، بس احنا جماعة النفسية نستخدمه. هنا الـ ICD لا، بكل الأمراض اكو إلها تصنيفات ويطوها يعني كود، هذا المرض الكود مالته هيجي، بحيث في فترة من كنا بالتدرج بالمركز الصحي أقصد يعني جسي مانديتوري أنه نكتب بالتشخيص، نكتب الباص للمريض وفوق التشخيص شنو هو ويمنع الرمز مالت الكود. فقمنا نحفظ الأشياء كمان بدها تجي، يعني يجونا دائما مثلا نيمونيا، شنو اللي يجون بالمركز الصحي، UTI، هذه الأمور حفظناها الكودات مالتهم، عندنا يمنا قائمة نخلي. أكو تشابتر خاص بالأمراض النفسية، صار واضح؟ فإذا الـ ICD هو لكل الأمراض، لكل تصنيفات الأمراض، وأكو تشابتر للأمراض النفسية. من يعتمد عليه الـ ICD؟ يعتمدون عليه
كل دول العالم الباقية، هناك قلنا 4 دول تقريبا، واحنا العراق والدول اللي تمشي على النظام الامريكي تستخدم DSM-5، احنا نظام التعليم مالتنا ماشيين على النظام الامريكي. اما الاي سي دي تعتمد عليه الدول الاوروبيه، بريطانيا ايضا يعني من عندهم، دول اسيويه تعتمد على الاي سي دي، وهو الابزار خاص بالدبليو اتش او. صار واضح، فلازم نعرف خاطر طويل يعني مثلا شنو الاي سي دي. هاي الدي اس ام، مراحل تطور الدي اس ام كان حتى الارقام تكتبوها بالارقام الرومانيه، بس من دي اس ام 5 بدات الرقم هذا الارقام العربيه اللي يسموها. اوكي، هاي شوية مختصر حتى نعرف احنا يعني على من نعتمد بالتشخيص. نبدأ بالإليمنت اوف سايكايتريك اسسمنت، هاو تو اسس بيشنت وذ سايكايتريك ديس اوردر. سوري بس انطوني دقيقة. اعتذر عن سجيتي، ها شوي شغلت الالكتروني كلش مزعجة. ماشي، نرجع هسه احنا للإيمنت أو سايكاتريك أسسمنت، هاو تو أسس بيشنت وذ سايكاتريك أونس. إجاني مريض يعاني من مشكلة نفسية، شلون أبدي وياه؟ مثل ما أبدي ويا المريض الاعتيادي يجيني عنده مشكلة باطنية، مشكلة يعني نسائية، تشيف كومبلين، نسأل على تشيف كومبلين مالته مثل ما كنا يعلمونا. وتؤكد تعلموكم أبسط كلمات ممكن يعبر المريض عن المشكلة اللي يعاني بيها، هي هاي تشيك كومبلين. ممكن تكون واحدة، ممكن تكون اثنين، ثلاثة. أنا لح على المريض شنو أكثر شيء مضوجك؟ يقول لك لا شيء، مثلا I'm depressed، يقول لي يجيني أنا يعني الدنيا سودة بعيني، هيك شيء يسولف المريض بهالطريقة. ورا ما عرفنا تشيك كومبلين أيضا عندنا البريزنت أولنس، بس هنا شوي يختلف. البريزنت أولنس أقوم يعني أكو شغلات أركز عليها لأنه تفيدني، ممكن تفيدني بالعلاج، تفيدني أنه to make the proper diagnosis. أسئلة على psychiatric symptoms البقية، شنو اللي عنده positive negative symptoms، هذني الأمور. time frame، شو وقت بدأ، شو وقت exacerbation، أنا هذا كلش أركز عليه. يعني المريض اللي عنده مشكلة نفسية لازم أركز شو وقت بدأ. يقول لي مثلا صار 5 سنين بهاي الحالة، أقول له شنو الشيء الجديد اللي صار وخلي الأمور تتطور وخلاك تراجع. يقول لي أكو هالشغلة جديدة صارت. إذا أكو exacerbation كلش مهم. وبعد أكو نقطة وراها triggers، stressful life events اللي خلاه المرض ينتقل عنده. هذا الشيء لازم تعرفون أنه كل إنسان من عندنا عنده احتمال أكو في genetic predisposition to have certain psychiatric illness. مثل ما تذكرون قلنا أكو بالدبرشن كل الاضطرابات النفسية اللي شرحنا، قلنا أكو عندهم استعداد للإصابة، بعض الأشخاص إصابة بالكآبة، أكو أشخاص عندهم استعداد للإصابة بالسكيزوفرينيا جينيتيك. لكن مرات تبقى هاي جينيتيك بريدسبوزيشن، ما طول ماكو تريجرز ما راح يصير. يعني المريض ما يعاني، ما طول الامور زينه وياه وماشيه والسوشيال سبورت دار مدايره، ومثلا يعني العائله داعمته هو ناجح في حياته ما يصير عنده. اما اذا وقع بمشكله وصار عنده فد ستريسفول لايف ايفنت ممكن يوقع. واضح؟ فاذا كل سايكاتريك اونس اكو بيها جينيتيك، بيها انفايرمنتال، بيها سايكوسوشيال فاكتورز. ايضا اسئله على تريتمنت والتريتمنت تشينجز. هاي التريتمنت اللي اسئله عليه اسئله على ادويه عاديه، يجوز اكو طبعا ادويه في الهايبر تنشن، انتي هايبر تنسيف اكثر تسوي ديبرشن، اكو ادويه ثانيه تسوي سايكوسيس. يجونا مرضى يقولون انا مثلا العب حديد وبدأت اخذ ستيرويد، ياخذون ستيرويد، ياخذون اندروجين وذي الشغلات، فتبدي عندهم شنو سايكوتيك فيتشرز
قمت أسمع أصوات مو طبيعية وأفكر أشياء ما يعني مو منطقية، فتبدأ تكون psychotic features. فهنا أنا من أسأل على treatment and treatment changes، يجوز الدوز زادت وبدت عند الأعراض، فأتأكد أنه احتمال هاي psychiatric presentation اللي إجا بيها هي secondary to drugs. أرجع ورا ما خلصت افتهمت القصة مالته وافتهمت شنو مشكلته، أبدي أسوي review of systems. كلش مهم هذا review of systems، ليش؟ لأنه أكو comorbidity مرات، هاي واحدة أول نقطة. مرات يجي المريض comorbid with other disorder، يجوز هو يجاني شخص depression، بعدين لأن بديت أسوي يعني أراجع ويا عندك هيجي عندك هيجي عندك هيجي، يطلع عندك comorbidity ويا من obsessive compulsive disorder جاي سوية. فأنا إذا ما أقدر أراجع systemic review تضيع علي مرات، أو من أسوي review of systems راح يشوف أكو psychotic features مرات complicated، يعني chances disorders مثلا bipolar disorder ممكن bipolar 1 خاصة، بعدين وراها late complications تصير عدة psychosis يبديس hallucination delusion ذني الشغلات. فإذا ما أني شوي ألح بالأسئلة ممكن تضيع علي، ويعني أفقد ريسك على البيشنت أو على الأشخاص اللي يتعامل وياهم. فأرجع من الريفيو أوف سيستم بسرعة، إذن الميجر مثلا ميجر ديبرسيف ديس أوردر، مانيك أون هير هايبومانيك إبيسود، سايكوتيك، جنرالايز أنزايتي ديس أوردر، بانيك، إذن الأمور اللي إذن كمان ما أرجع أقول اللي عندك مثلا إذن الشغلات الانترميتنت اكسبلوتيف ديس أوردر، إذن الأشياء الرير اللي قلنا عليها تحب تحرق مثلا تشعل نار وتباوع النار شلون، لا هاي الاشياء اللي قلنا عليها رير او انكمان ما نضل نلح عليها، نلح على الاشياء الكمان الاضطرابات الكمان. قلت لكم هاي طبعا يمكن سامعيها مني اكثر من مره، ذا كمان mental health disorders اللي الاولى اول ذا موست كمان هو الانكزايتي disorders كل انواعها. قلنا يمكن شخص من اربع اشخاص نيجي نلقاها ستو شكد قاعديني نشوف عددكم هسه 16 واحد، أربعة من عندكم احتمال ألقى بيهم شنو؟ واحدة من اضطرابات القلق، جزء واحد عنده سبيسيف فوبيا، واحد عنده سوشيال فوبيا، واحد عنده جنرالايز انزايتي ديس اوردر هالشكل. فشفتوا شقد كمان؟ 1 in 4 person كل أربع أشخاص واحد من عندهم fit the diagnosis criteria for one of the anxiety disorders. فلذلك لأنه كمان أظل أسأل عليها. بعد شنو the next common substance use disorder، جماعة الإدمان والأدوية والمخدرات والكحول من كليتها. third most common اللي هو major depressive disorder، شايفين شقد يعني الاكتئاب حالات الاكتئاب. بعد آخر شيء اللي obsessive compulsive disorder fourth most common. فذن الأربعة المهمات هن ذن نسأل عليهم، لأنه مرات comorbidity تصير، مرات شيء complication of يعني هو يبدي لي بفت شيء معين مثلا يبدي لي depression ينتهي لي مثلا جاد generalized anxiety disorder فنسأل. هذا psychotic symptoms دائما نسأل عليها. هذا جبت سؤال واحدة من الجروبات ليش نسأل، أنا طبعا ما أريدكم تعجزوا لهاي الأسئلة، شوفوا الأسئلة مثلا نسأل شو وقت بدأت وشنو مثلا داخل المستشفى أو لا، لا أسأل يعني أسئلة ممكن أن تكون فكرية غير مباشرة من الحكي مالتنا، فالجواب ما تكون سطرين أو ثلاثة مو أكثر. فكان السؤال شنو importance of screening for psychotic symptoms. دائما احنا كل مريض يجينا بمشكله نفسيه اسئله عن psychotic symptoms، فاهم شيء نسال عليها ليش؟ لانه ممكن تكون قلنا late complication of certain disorders، مرات تكون عند المريض وما حد يدري بيها وبعدين وراها تسبب مشكله الى او للاخرين، suicide homicide واضح. اذا تذكرون خلينا شويه نسوي refreshment لكم، اذا تذكرون حادثه قبل أشهر كلش انتشر بالسوشيال ميديا، أكو أم عندها أطفال اثنين توين عمرهم شهرين وبدون سابق إمداد جابتهم ولبتهم بالتانكي، سامعين هاي الحادثة؟ تانكي مال مي عالي بالسطح ولبتهم بيها واثنيناتهم
يعني immediately died. سمعتوها. فانتشرت هي وانتشرت انه هي مجرمه الفيميل، بس من تباوع احداثها يعني حتى اللي غير مختص يقول يعني الاحداث مالتها اكو بيها فد شيء فد something wrong، لان هي امهم وهي هم يمها. تقدر اذا كانت مهنيه سيئه مثلا تقدر راسا يعني مثلا بالليل خنقتهم ما حد يدري بيها. هي اخذتهم حتى طريقه الكلام مالتها ما تدل على فد شيء اجرامي. فالمختصين انهم في حالات المفروض تقعد لجنه من اطباء نفسانيين ومختصين نفسيين يعني خريجي عن النفس ويقيمون يشوفون حالتها. This patient most likely suffered from corporeal psychosis. Corporeal psychosis مرات واحدة تيجي مرات تيجي بعد ال postpartum depression. فكلش كمان وهي بعدها يعني عمر شهرين الطفل الأطفال عمر شهرين. فكانت المفروض ما تنتشر بهالطريقة بوسائل التواصل الاجتماعي. هي الحقيقة أسئلتكم نعم مختص المجتمع يعني مجموعة هم هنا هناك تيم يسوون يقعدون يا الله ينطون القرار يعني بالحكم عليها. فكانت هاي البيشنت أنا ما أعرف بعد ما تابعت بس شكلها إنه corporeal psychosis زين واضح لأنه هناك كمان تذكرون محاضرة العام كانت إحدى السيمينارات أشوف أكو طلاب من عندكم كانوا حاضرين أو هم شاركوا في السيمينار اللي psychiatric problems أعتقد إيش كان اسمه in pregnancy. نعم psychiatric problem in pregnancy وكان واحدة منها corporeal psychosis. وواحدة من المشاكل كنا نخاف منها من corporeal psychosis هو neonaticide يعني الأم تقتل ابنها. لا مختار جوابك اغلب المجرمين عندهم امراض نفسيه. لا مو امراض، مو احنا اكو امراض نفسيه زين واكو شغلات مو سايكاتري ديس اوردر يعني يخلي الواحد ما عنده انسايت. لا اكو هو طبيعته اجرامي، الانسان طبيعته اجرامي. صار واضح؟ فاكو هم يعني الشخصيه مالتهم اجراميه ما عندهم فد اضطراب يعني من تجي تقيمهم ما عنده اضطراب نفسي بس البيئة اللي تربى بيها والأمور اللي عاشها زين هو والجينيتيك يعني فاكتورز أكيد صار واضح. فأكو ما حتى ما تقدر تخليهم بالأنتي سوشيال، أكو أنتي سوشيال بيرسوناليتي ديس أوردر فشخصيتهم هي تصير إجرامية. بس لا أكو ناس فاقت هذا الحد يعني شلون صدام حسين أنتم ما لحقتم كنتوا أطفال. فالإنسان مجرم وسادي وماكو مثله يعني بالتاريخ قليلين اللي مروا، لكن ما تقدر تخليه باي خانه من الاضطرابات النفسيه زين، لكن هو شخصيته اجراميه وعنده فد اهداف يوصل لها فقط بالاجرام. بالنسبه لسرى اكيد الاكتئاب ما بعد الولاده او هي اما اكتئاب بوست بارتم ديبرشن كومبليكيتد باي سايكوسيس او يعني كارفوريال سايكوسيس واحده من عندهن اللي خلاها. وطبعا اكو يعني حاله غريبه اي نعم بالنسبة لكلامكم صحيح انه هذول كلهم حياتهم بائسة كانت هم عاشوا يعني طفولتهم عاشوا امور خلتهم بس هم عندهم استعداد ان يكونون مجرمين والاهداف اللي سلكوها والطرق اللي سلكوها خلاهم يكونون مجرمين. شلون نأكد انه مو كل واحد يعيش طفولة بائسة ويعيش بنص الاجرام؟ اكو ناس بالعكس هاي الحياة الصعبة اللي عاشوها كانت محفزة لهم انه بالمستقبل يخلون الاخرين ما يحسون بالمعاناة. صار واضحة مثلا عندكم مقدمين برامج، عندكم اشخاص، عندكم رؤساء دول اكيد تعرفون يعني تستحضرون بعض الاسماء. كانت طفولتهم غاية بال يعني شو نقول عليها بالبؤس وغاية بال يعني الاجرام دائما دايرهم، لكن هم من كبروا صار عندهم نوع من الوعي غيروا هذه الحالة. اي نعم اكيد احنا ما نطلع من الموضوع قلنا اكو جينيتيك فاكتورز واكو انفايرمنتال فاكتورز عندهم قابلية جينية استعداد جيني تجيهم انفايرمنتال فاكتورز فيكبرون بهذه الطريقة.
نطلع هسه عن نرجع المحاضره، قلنا ليش نسال عن مثال كوتك سمتمز. هاي المريضه لو مثلا كانت عندها شكوى بسيطه انه اكتئاب ونعرضت على مختص واخذ المختص منها فد هيستريزين وبدت تقول له انه اذا اسمع صوت يقول لي قتل اطفالك او تخلص من اطفالك او اذون اطفالك سبب، هي ليش تصير عندهم انه رغبه بالنيوناتوسايد هذا اللي نقول عليه انه تريد تقتل طفلها، لانه تحس حياتها يعني هي هرمونات تشينجز يصير عندها واضافه الى يعني جريت بريشر اللي سوها يعني خاصه البرايم جرافيدا اول طفل عندها يعني ضغط مو طبيعي يصير عندها ويا ولاده اول طفل. فهذه يعني اذا كان المختص قعد وياها وظل ياخذ منها هيستوري وعرف انه عندها في سايكوتيك سيمتومز تتخلى للمستشفى على الاقل تاخذ في يعني اجريسيف تريتمنت، ما يصير اللي يصير. لكن احنا النظام مالتنا كله يعني شو نقول عليه مخربط. فنسال عن السايكوتيك سيمتومز لانه قلنا كلش مهمه وخطره وجودها، وجود سايكوتيك سيمتومز خطر على الشخص نفسه وخطر على حواليه. نرجع ايضا نسأله تذكروا بالبداية لما حكينا قلنا نسأله عن recent treatment changes او recent treatment يعني تستوى اللي بتاخذ ادوية ضغط ادوية حتى antibiotics just an antibiotic can cause يعني psychotic symptoms واضح. فنسأل عن كل شيء ما اخذ شنو العلاج الجديد هنا لا اكو psychiatric treatment history اسأله انت قبل داخل في مشكلة نفسية للمستشفى او اهله ويا يعني واقفين بالاسسمنت فتسألهم قبل داخل المستشفى ماخذ علاج يعني داخل للحجر النفسي وهذا الامور يعرفوهم. بعد من الاسئله نسالها مريض الامراض النفسيه اللي يختلف عن بقيه الامراض تشوفون احنا اكو اختلاف عن بقيه السيستمات، نسال عن السويسايدال هيستوري. ليش؟ لان السويسايد ممكن يكون late complication of certain disorders. إذا تذكرون قلنا depression ليش احنا نعالجه ونحاول يعني هو depression يمكن مو فاعوله واحد مكتئب يعني مثلا مو فد خطر له يعني يسوي شيء ممكن هو طاوي نفسه ومكتئب، لا اكو خطر كلش عليه على نفسه هو انه commit suicide. هو من عندهم يعني failure بتصير عندهم وهذا اللي صارت يعني attempt بالضبط هذا افريس تو كوميت سويسايد على بس تايم. فكلش مهم اسئله عندك يعني بريفيس اتمت او اهله اذا هو شوي تحسون المريض ما عنده انسايت شوي ما متعاون فنسال اهله قبل حاول عنده محاولات، فاذا حاول يعني او عنده محاولات او شيء هذا البيشي شود بي هوسبيتالايز تو بي تريتد ابروبريتلي. هيستوري اوف فايلنس ايضا اذا عنده مشاكل عنف هذا شوي يقرب لنا الدايجنوسيس يعني الانتي سوشيال بيرسوناليتي ديس اوردرز مثل ما قلت لكم بالمحاضره دائما عندهم مشاكل وطلاي وعركات وشرطه ودي وجيب لانهم هم اصلا هذا طبيعتهم. واضح. سايكوثيرابي ايضا نسال عليه ما اخذ قد السايكوثيرابي رايح يعني علاجات نفسيه حتى نشوف يعني اذا كرونيك اولنس وده يرجع مره ثانيه هاي الامور ندح عليها. عندنا سبستانس ابيوز هيستوري كلش كلش مهم نسال عليه. ليش؟ لانه يجينا مثلا سايكوتيك سيمبتومز وتطلع هو اصلا هذا بيكوز اوف انتوكسيكيشن اوف الليجال دراجز ما اخذ دراجز زايد الجرعه لانه صار عنده توليرنس من عنده وبعد عنده الهالوسينيشن بعد عنده شنو اللي عنده الاعراض كلش مهم. هناك يشوفوا outside صح عندهم الكحول مباح لكن مع ذلك حتى الكحول يكونوا يلحون على المريض ايش قد الدوز الديوريشن ايش قد ماخذه يعني النوعيه حتى عند التراكيز. ليش؟ لانه من ضمن السبستانس ابيوز. طبعا هم بدوا احنا صحيح يعني هاي نعمه الله سبحانه وتعالى وفقنا وهدانا بدوا هم يدركون هذا الشيء. ايضا اكو دراسه بريطانيه 2019 اسمها يعني systematic review يعني ياخذون مجموعه دراسات من مثلا بالسبعينات 1970 كثير الى هذا الوقت اللي بداوا بالدراسه يشوفون ال health impact of alcohol. فشافوا كانوا ببالهم انه بالمقابر القديمه بعد ما عرف ديفيدسون غير عندكم لو شيء مثل النقع يعني بالليفر small amount of alcohol may be beneficial for health. هيك كان ينذكر
زين مثلا ابيتايزر يعتبروه، او يعني تو انهانس سليب، ما اعرف ما اتذكر يعني شنو الفوائد اللي يعني قوي يخلون به فائده. هسه هاي الدراسه بال 2019 دراسه بريطانيه كان النتيجه مالتها even small amount of alcohol is hazard for health. واضح حتى الجرعة القليلة من الكحول هي مضرة بالصحة. تبعوا مجموعة كبيرة من المرضى وشافوهم حتى اللي ياخذون جرعة جدا قليلة من الكحول راح تصير عندهم adverse health consequences. فاحنا نتذكر نعمة رب العالمين في توفيقه انه هو بالرواية التهليدية انه ما كثيرة هو مسكر قليلة وحرام. حتى هاي القطرة هي حرام، ليش؟ لانه كلها مشاكل ومصائب. صار واضح. وعلى اساس هاي الدراسه كتبت يعني هي اعتقد دراسه في احدى الجامعات البريطانيه ما اذكرها، فكانت التوصيه مالتهم انه يسوون restriction for use of alcohol، يقللون استخدامه ويفرضون ضرائب عليه و decrease physical availability of alcohol. يعني اني دارسه بريطانيا فممكن ندخل السوبر ماركت تلقى سكشنات عادي، شلون احنا شوية ما تستاهل كبيرة المولات سكشنات، يعني هذا سكشن مالت مثلا المعلبات، هذا سكشن مال خبز وذني الامور، اكو سكشن كامل مال الكحول انواع واشكال وشي موجود متوفر، تجي يعني يجون يترس العربانة ما تسوي شيء. بينما هناك نفس الوقت يسوين restriction for يعني selling of cigarette smoking. هناك يعني الكحول موجود لكن السجاير خاليه ورا الكاشير، يجي مثل يجي واحد يريد يشتري يشوفه هذا يانج اقل من 18 سنه ما يبيع له، حتى لو اجى واحد اكثر من 18 سنه ويشوفه ادولت وهيلثي وما عنده شيء فالكميه معينه يبيع له، مو كيف تجي تكرف تاخذ مثلا هلقد كم باكيت اللي عجبك، لا يعطيك يعني فد ريستركشن. صار واضح. فهذا نطبقيه بالنسبة للسيجاريت، هنا بالكحول راح يطبقوها بالمستقبل إذا بعد مشت هاي الدراسة وهذا القرار، لأن هناك أيضا أمور ثانية تلعب دور غير النتائج العلمية. زين صار واضح. فإذا نرجع لموضوعنا، أي صحيح باع الجقاير بالنسبة للجعفر، احنا طبعا هاي دراسات اشكال الوان الدراسات، يعني من تدخل انت بعالم البحوث راح تشوف التناقض عجيب غريب. بس الكحول عندهم اضافه الى المشاكل الصحيه مشاكل اجتماعيه، مشاكل مال حوادث الطرق، المصايب. يعني انا بنعطيكم محاضره تشوفون the most expensive health problem in United States هو الكحول. اكثر مشكله تسبب يعني تخيلوا اكثر مشاكل القلب، مشاكل السرطانات، مشاكل شنو هي الكحول. ليش؟ لانه عندهم اكيوت بروبلمز يسووها الار تي اي والهوموسايد والسكشوال ابيوز ولن المصايب كلها، المجتمع متفكك مالتهم، اضافه الى اطفالهم يعني مشكله للطفل يعني الفيميل اللي بريجننت وهي الكحول، تعرفون في تبع الكحول سيندروم راح يعمون طبقه من المجتمع، يصير اول ما يجون بعدهم فتحوا عنهم على الدنيا هو منتلي ريتاردد الطفل او تتغير المصطلح intellectually disabled. فهنا هذه safe because low risk. اوكي هذا تصحيح، قام يصححون قام يقولون low risk صحيح، هي طبعا كل ما قلت الجرعة قل الريسك، لكن يبقى even small amount of alcohol مثل ما بتكون هاي الدراسات الحديثة بدت يعني تعرض الاضرار. صار واضح. نجي للفاميلي هيستوري، شايفين اكو شيرتن سايكل ديس اوردر تمشي بالفاميلي، حكينا سكيزوفرينيا تذكرون، خاصة كل ما قرب الديجري اوف ميليتيف يعني ثيرد ديجري اكثر يكون عرضة للاصابة بنفس الاضطرابات. هذا ديفلوبمنتال اند سوشيال هيستوري كان سؤال من عنده للجروب اللي صح يمتحنوا. ديفلوبمنتال هيستوري نسأل عن مشاكلك طفولتك، بس هاي مو دائما نسأل، اكو اضطرابات انا اريد اول شيء احددها بالضبط اتاكد من التشخيص، ثاني شيء تساعدني بالتريتمنت. فارجع للطفوله لانه هو سيرتن سايكاتريك ديس اوردرز هارد
have a root in childhood. بالطفولة إلها جذور. فنجي بعض اللي إحنا حكينا سولفنا في معرض كلامنا إنه عائلة مثلاً مفككة أو هم alcoholic abuse أو هاي المصايب كلها، يطلع الطفل antisocial احتمال personality disorder أو تطلع عند هاي intermittent تذكروا exclusive disorder. بتقولكم الطفل هو المودل مارك اللي يربى عليه انه اي شيء العامل وياه بغضب وتكسير، فكبر صار عند هذا الاضطراب. فتفيدنا هنا انا بعد هواي اشياء، هاي شو اللي تفيدنا من اجي اشتغل psychotherapy orientation؟ اريد اطلع هاي عند الذكريات اللي موجوده بالهيد unconscious mind اساعده انه يحكيها. يعني طفل من اذن سامعين والله سبحانه وتعالى يقسم كل أطفال من هاي الحالة من child sexual abuse، يعني كارثة مصايبها بعدين بالمستقبل على الطفل كلش وخيمة. مرات الطفل هو كلش young 5 سنوات بحيث حتى الميموري مالته كلش كاملة وينسى الحادثة كل تفاصيلها، لكن نساها بالconscious mind، فقط الحادثة بهز unconscious mind. كبر مني يعني أثناء مثلا يعني بالزواج صارت لهم مشاكل، مارسال ريليشن شيب مالتهم تصير مفككه بسبب المشكله القديمه اللي صارت عنده، او تبقى يصير عنده فد يعني ديبرشن من يكبر وهو ما يدري ليش السبب. من تبدي انت تسال بالهستري، ترجع للديفلوبمنتال هستري تجي تلقى كروت. نسال على هواي شغلات، اكثر شيء قلنا تاذي هي الانفايرومنت مال العائله اللي عايش بيها، اذا كان فد انفايرومنت احنا نقول عليها توكسيك. توكسيك يعني مو سليم لنمو الطفل، فمشاكل مارتال بروكن مارتال ريليشن شيب بين ذا مادر اند فادر. زين اذا كان هناك واحد من العائله الكحوليك ابيوز كارثه طبعا الاطفال علاقاتهم بعدين بالمستقبل. الادوكيشن كل شيء اثر، اكيوبيشن مات البيرنت ايضا ياثر. اخر شيء لازم امر يعني مره سريعه على الميديكال والسيرجيكال هيستوري. فاحتمال اكو فد ميديكال اولنس، تذكرون يعني انتم اخذتوا اديسون ديزيز كوشنج سيندروم، هواي من الفيوكروموسايتوما الثايروتوكسيكوسيس، كلهم ذني تجي وياهم اضطرابات نفسيه. اديسون وكوشنج الاثنيناتهم يجون وياهم ديبرشن، فيوكروموسايتوما يجي انفيشن والثايروتوكسيكوسيس انكسايتي فيتشرز اوف انكسايتي ديسوردر. بعد اكو اضطرابات ثانيه، احتمال تجي في برزنتيشن كامل مال ديبرشن، بس من تجي تاخذ الهستري او انت من تشوف يعني قدام الكشنويد فيس راسا تخلي ببالك انه سكندري، فتعالج السبب الاولاني تتحسن امورك. احتمال ما تحتاج بشيء بسيط الادويه او تقللها. نسال سيرجري اذا كان عنده هيد انجري، هذول كلش مهمات. لانه احتمال حتى psychiatric presentation secondary to his يعني medical or surgical problem. لهنا كملنا. عشيدك مختار، وهذا طبعا هسه شفت هاي الكتابة مالتك، هي هاي نتيجة الدراسة اللي قلناها ماكو even small amount of alcohol is harmful for health. لهنا كملنا الهستري. إذا أحد عنده سؤال أتمنى صار واضح. يعني ما عندنا إحنا في شيء مثلاً سرد، بس مجرد سكرين مصطفى سكرين مال أي شيء. القصة الدكتور يقول يعني مثلا الشاشة يومهم راحت يعني ما دع تطلع سلايدر والصوت يقطع، يمكن اتصور يمكن اسأل البشر يوم مصطفى لان انا حقيقة عندي يعني الصورة واضحة والصوت واضح بعد ما اعرف غير كله. راح احاول ارجع مرة ثانية اسوي شيرينج. اتمنى لا اعتقد مصطفى سؤال انه ليش نسوي سكرين المن دكتوره، بس اقصد هاي
سايكوتيك سيمبتوم. ها اي ليش نسوي سكرين على السايكوتيك سيمبتوم؟ اول شيء لانه ممكن تكون ليت كومبليكيشن فور سيرتن سايكاتريك اونس مثل اللي قلناها الباي بولر 1 ديس اوردر او سيفير ديبرشن ممكن يصير بها ليت كومبليكيشن. ثاني شيء سايكوتيك سيمبتوم از ريسكي فور بيشنت اند فور يعني اذر بيبل. ممكن هذا النقطة يس يوصل للجواب. ثالث شيء النقطة الثالثة ممكن يكون يعني for to treat the patient aggressively in hospital إذا أدت psychotic symptoms حتى يرتاحوا ويرتاحوا من حواليه. فهنا الأجوبة. هذا سؤال كان لأحد الجروبات مثل ما قلت لكم أكيد ما يجيكم. هنا تخلصنا من history. The mental status examination هنا عندنا يختلف تماما عن examination من بقية السيستمات. هنا ما مديدنا على المريض، ما عندنا في الانفستيجيشن لسه بعدين ورا الاكزامينيشن، هنا عندنا اسئله وعندنا اشياء احنا نلاحظها. فنقسم المنتل سيرف اكزامينيشن انتو اوبزرفيشنال كومبوننت، شيء احنا نلاحظه ما نسال، فقط نظل نلاحظ المريض ونسجل ملاحظاتنا. والسكشن الثاني هو دايركت انكوايري كومبوننت، ابدي اسال المريض اسئله معينه او اسال ريليتيف واسجل ملاحظاتي. صار واضح؟ فما عندنا بالاكزامينيشن يعني هذا جنرالايز، شلون احنا نقسمها جنرال ولوكال اكزامينيشن. هنا احنا عندنا اوبزرفيشن اباوع ودايركت انكوايري اسال. فالاوبزرفيشن اذا تذكرون المرضى اللي اذا شفتوهم بالجوات في البدايه فيميل اللي بيها ديبرشن والميل اللي بي مانيك ابيسود اللي بي باي بولر 1 واجا بالمانيك ابيسود، من يطلبون من الباب انت تخلي بالك في الدايجنوزز معين من شوفتهم. ليش؟ تجمع مثلا الفيميل اللي جتي عرضنا لكم الفيديو ديبرشن موجود اذا تريدون ترجعون بالجوجل كلاس روم. فتدخل الفيميل اول شيء فيميل او الديبرشن مثل ما قلنا موست كومن ان فيميل دان ميل. ثاني شيء نلقاها اوفر ويت، هنا لو يكونون بالديبرشن اوفر ويت لو اندر ويت، لانه ترجع طبيعه الانسان اكو واحد من يدبرت يظل ياكل واكو واحد من يدبرت ينقطع عن الاكل. حتى احنا الاشخاص السياديين هيك طبيعتنا. ثالث شيء يشوفها عندها سايكو موتور ريتارديشن، على كيف هتمشي داونورد جيز طلعوا لي جو مدني جم بين يعني انتشر الدبرشن مالتها مع السادنس افويد اي كونتاكت كل هالامور. بس شفتها انا من بعيد ودخلت المريضه مبينه دبرشن زين واضح. ابو المانيك ابيسود اذا تذكروا اول ما دخل هوته مهوت، اول شيء ملابسه انوجوا كولكشن يعني مال كالرز، ملابسه براقه وغريبه يعني توكاتيف فلايت اوف ايدياز يعني يجي يحكي لك يعني يدي فكره يطفر على الثانيه. ايوفوريك بيشنت تسع يضحك وفتشي بحيث حتى ما خلى الطبيبه تاخذ هيستوري. فاول ما اشوفه احلي ببالي فالتشخيص معين، بعدين طبعا يساعدني الهيستوري يساعدني اذر كومبوننت. اذا الابييرنس كلش مهم قبل هالاتيتيود. اتيتيود هو شنو؟ هو تعامل المريض وياك، كوبرتيف ايزلي انجيجد ان كونفرزيشن لو لا uncooperative. فإذا uncooperative لازم تحتاج لك واحد يجي ويا ريليتيف حتى يساعدك. يشوف الهايجين اند جرومينج، هايجين مالته يعني النظافة والترتيب مال الملابس. طبعا اكو قسم من عندهم جماعة سكيزوفرينيا شوي صبار يعني بور جرومينج ما يهتمون يعني نظافة ملابسهم. اللي جماعة الانتلكشوال ديسابيلتيز اللي عندهم مشكلة يعني احنا نقول عليها قديمة كان نسميها mental retardation تأخر ذهني، هم اذا ما عنده احد ياخذ يرتبه وينظفه يعني يديه احد افراد العائلة متولي عناية به فيشوفه فور هايجين. هذا بعد سؤال ثاني اجى لوحدة من الجروبات effect. سمعتوا احنا المحاضرات الاولى، المحاضرة الاولى والثانية قلت لكم بينهم احنا نسميهم effective disorders او شنو مود ديسوردر. فاثنين هو الافكت والمود تشير الى الحاله المزاجيه. الافكت هي الرينج اوف ايموشنال اكسبريشن اللي تشوفه على المريض. اجاك المريض مبين من وجهه مبين هذا ديبرست،
المود الشيء اللي المريض راح يوصفه subjective feeling، حس الاحساس مالته يجي تباوع للاسف مالته نورمال ما عنده مشكله، بس المود يجي يقول لك اني في اعماقي اذا اتملخ من الحزن كلش متاذي والدنيا سوده بعيني، بس انا من النوع اللي ما اظهر حزني. اذا الافكت والمود ليش تقسموه؟ لانه مو دائما congruent، مرات هو حزين لكن يظهر غير شكل واضح. فالأفكت هو range of emotional expression. كان السؤال شو الفرق بين الأفكت والمود؟ هذا الجواب، الأفكت هو range of emotional expression. المود هو subjective feeling of the patient، يعني what patient describes، شو الوصف مع المريض. واثنين بخصوص شنو؟ emotion مو غير شيء. اثنين بخصوص emotion مشاعر أو تقدرون المزاج بهالطريقة توصفوه. أيضا أشوف ال speech هم يعطينا فكرة rate volume articulation. شفتوهم يعني نضرب مثل على الفيديوهات اللي شفتوهم او تحبون ترجعون تشوفوهم، اللي ادى depression low volume و slow من يحكي، اللي ادى manic episodes high volume pressure of speech وهو طبعا من يحكي، واضح؟ فينطونا فكرة. ايضا thought process اكثر شيء طبعا جماعة السكيزوفرينيا اسم thought disturbance افكارهم مخربطة تصير. يعني شلون؟ احنا الطبيعيين اشخاص طبيعيين او الاشخاص اللي عندهم اضطرابات نفسية ما مأثرة على الافكار، الافكار مستحيلة logical linear، logical منطقية ولينير افكار متسلسلة. اما اللي عنده مشكلة افكار غير منطقية، يعني جماعة السكيزوفرينيا يقولون مثلا اني اخ واحد يبت افكاري والناس كلها تسمعها، هذا يسمونها thought broadcasting. ما أريدكم تدخلون بالتفاصيل يعني بالتفاصيل الأسماء، بس يعني نضرب الأمثلة عليها. أو يقول يعني أفكاري تأثر على سير الأحداث، مثلا أنا راح أفكر ألبس سترة طويلة، لا تذكرون مثال ضربتكم إياه موجودة الصورة، ألبس سترة طويلة خلي الناس تعتقد أن طولت أن صرت طويل، فأفكاري not logical زين، وتسلسلها ايضا مو منطقي. يعني مثلا تسأله تقول له اليوم شو تريقت، فيبدي يعني ياخذ كلمه تريقت، الريوق هو مفيد للصحه والجين ونحتاجه، ورا يجي وجبه الغداء ورا يجي وجبه العشاء، يفتر زين حول الجواب ما ينطق الجواب الصحيح، اسمه سيرف اسينشياليتي زين، اكو اسينشياليتي واكو هواية تسميات. فما أريدكم تدخلون بالتسميات، بس أريد تعرفون أنه أكو أفكار منطقية ومتسلسلة وأكو أفكار لا. وأكثر thought disorders تصير بالسكيزوفرينيا. هذا الإنسايت أيضا إجى سؤال أحد الجروبات، شنو معنى إنسايت؟ إنسايت معناه بصيرة بالعربي أو وعي المريض للمرض، تعرفه بالضبط هذا. Do they understand they have a mental health illness؟ زين؟ and need treatment. أكو أشخاص طبعاً هذا الانسايت are related to the severity of disorder، ما له علاقة بالشدة الاضطراب. يجينا مرات شخص عنده severe hallucinations، يسمع أصوات وكل شيء تعبته، يجي عنده كامل الوعي أنه هاي الأصوات هي مو حقيقية، يجي يقول أنا أسمع أصوات والأصوات مو حقيقية وزعجتني وأريد علاج لهاي الحالة. بينما يجي واحد عنده illness بسيط ويقول كل شيء ما بي يعني، هذول أهلي جابوني هنا حتى يقولون علي مريض نفسي، ما عنده إنسايت. فالإنسايت هو وعي المريض وبصيرته، واضح؟ الإنسايت كل شيء يفيدنا بالعلاج، اللي عنده إنسايت يصير كوبراتيف يساعدنا، كل شيء يساعدنا، اللي ما عنده إنسايت هو يتعب ويتعب الطبيب. هذا الأوبزرفيشنال كومبوننت، واضح؟ فشفت تقول هندني إحنا ما سألنا سؤال، بس باوعنا ولاحظنا وخالي مثلا انا اخلي ورقة وقلم اخلي الامور او اسجل في بالي الامور اللي لاحظتها على البيشن. اكو كومبوننت ثانية لا انا راح ابدي اسأل وانطي مثلا تيستات للمريض حتى اقيمه، في صفحة دايركت انكويري كومبوننت. دايركت انكويري كومبوننت اكو سايكومتريك تيست، شايفين مرات شلون استديانات ينطوكم تمدوها، قيم مثلا حالتك النفسيه من 10 وتقيم زين هالشيء. اكو قسم هالشيء واكو قسم لا، بس مجرد اسئله واسجل يمي. فنسال على المود، نرجع مره ثانيه المود ونقول المود هو البيشنت ديسكريبشن زين،
او subjective feeling of the patient، يعني شو يحس المريض، يحس روحه sad، يحس روحه happy، يحس روحه يعني شنو وصف نفسه. وايضا اكو تيستات يملي من 1 إلى 10 او شيء ثاني. بعد نسأل على hallucinations، على delusions، هذول كلش مهمات نسأل بالهستري وبالاكزاميشن، اكيد علي هم تسمع صوت علي هم ما في يعني اكو افكار ببالك، هم اكو احد يحكي بدماغك شيء شيء زين. سويسايد ايضا كلش مهم حكينا عنه بالهستري وبالاكزاميشن، ايضا ارجع اركز عليه. هم ما تفكر انه الدنيا ظلمة صارت بعد ما قلت حل غير انه تنهي حياتك، هم جدتك هيك افكار هم حاولت. اذا شفت ان كوبريتيف البيشن طبعا ما عنده انسايت ارجع لعائلته. نجي وراها الديكوجنيتيف اكزام، هذا احنا وجماعة النيورولوجي عندنا نفس التستات نسويها، يمكن يعني ينطاكم يا دكتور محسن او يعني مرت عليكم المحاضرات. الاورينتيشن، الاورينتيشن تذكرون اورينتد، بيشنت اورينتد تو تايم بليس بيرسون، تذكروا هاي 3 كومبوننت. فالتايم رفلي اسئلة للمريض، احنا هالتشوف العصر صبح ظهور واشوفه. بليس اقول له انا وين تبيع مكان، ينطيني رفلي اجابة، يعني اذا انا بعيادة يقول لي مستشفى اقبلها من عنده لانه قريبات. اما اذا انا مثلا بعيادة يقول لي انا رايح مثلا فلان دولة وفلان مكان، لا هذا disoriented patient. قلنا time, place, person، person شخص. اما اسئلة على الشخص اللي جاي وياه، او اذا انا عرفني جاي اكثر من مرة اسئلة انا منه وهكذا. ثاني exam register and recall، هذا الاكزام افحص لي شنو الميموري مالته ذاكرته. انطيته 3 كلمات انطيته 5 دقائق واسئله شنو الكلمات اللي اعطيتك اياها قول لي اياها، اشوف ورا 5 دقائق يتذكر لو لا. بعد attention and concentration انطيته كلمة وقول له عيد اياها من ورا، يعني كلمة من عدة حروف اقول له عيد اياها من الحرف الاخير الى الحرف الاول، قلوبها بالعكس ادي اشوفه مركز وياي زين. البروفيرب ايضا اشوف اللغه مالته، يعني من يجي يسوي لي الجمله الجرامر مالتها صحيح زين، هي ضمائرها وافعالها وشي واضحه الامور كلها عنده لو لا، لو يكون متخربط يعني حط ضمير بمحل ضمير. بعد اسال على الكرنت ايفنت، هذا الكرنت ايفنت اختار في الحدث ما اتوقع واحد اي انسان ما يعرفه، مثلا هسه احنا ان كوفيد 19 بانديميك، فما اتوقع واحد بالكره الارضيه ما سامع بالكوفيد 19 بانديميك، يعني صارنا هاي السنه الثانيه احنا بالوباء والقريب والبعيد والصغير والكبير عرف به. من اجي اسئله المريض اقول له احنا شنو اكو وباء سامع به شيء، ويقول لي لا شو ما سامع به هذا الشيء، احس انه something wrong with him. بعد اكو فد احداث مثلا عالميه تصير في سنه 2001 ضرب مبنى التجاره العالمي في امريكا، فكان في حدث عالمي يعني بوقتها وصارت وراء احداث يعني متابعه الارهاب والشيء. فاللي ما سامع ذاك الحدث يعني مو هو مثلا اقول واحد من اهل الله ويعني عايش مثلا في مكان نائي كل شيء ما بيه كل الاكزامينشن مالته طبيعي اقول ابنورمال، لا طبعا اكيد اكو قرائن من قبل من هيستري والاكزامينشن اشوفه سمثينغ رونج عنده واسال هذا السؤال واجرب. صار واضح؟ جادجمنت اخر شيء حكم على الاشياء او قابليه التصرف، يعني قابليه التصرف الصحيح في الوقت المناسب اشوفه هذا. هنا عندهم المثال المعروف هو stamped envelope. طبعا outside Iraq اجهم يعني لحد الان صح انتشرت يعني طريقة ال SMS يعني الرسائل السريعة والشي وطريقة الايميل، لكن لحد الان ال direct mail يعني معمول فيها وكلش مهمة يعتبروها وسيلة لحد الان مهمة، معلومات يعني يخافون عليها السرية شغلات مالت معلومات المصرف لما تروح تسجل هناك على بنك لازم تدزلك اياها برسالة. فطبعا عليها الرسالة موجود شنو العنوان مع الشخص والتفاصيل يعني المكان. فنسأل المريض شو يريد يشوفه تصرفه الصحيح، نقول له اذا شفت ظرف محكم ومشمول بالقاع شو تسوي له؟
مكتوب عليه العنوان طبعا. فإذا كان هو الجزمت مالته ان تشارج يقول لك معطول عليه عنوان، اوديه لاقرب بوست اوفيس دائره بريد هم يوصلوه. هذا الجواب الصحيح. اما اذا كان شخص حتى يعني جزمنت يعني improper judgment، فيقول لك افتحه وطب لي جو الرسائل اقراها واقرا اسم الشخص واروح للشخص ادور عليه واطي رساله، فدي يعطيك يعني جواب غير محفوظ. هذا المثال اللي يعني قلنا عليه الدارج بالتدريج. لكن اكو مرات انت احنا نضرب للمريض حتى بالوضعيه، اقول له اذا شفت الطفل مثلا يعني واقف على حافه النهر ويجي يوقع شو تسوي؟ فإذا كان إن تشارج هيز جادجمنت إنساك يقول لي رأسا أجره أبطل له وجره. إذا كان عنده مشكلة بالجادجمنت يقول لي أروح أخابر الشرطة ونجيب المدري شنو، يعني بالطريقة يطول الموضوع وأكو فد ريسك على الطفل أو البيشنت. وإذا عافى للظروف هم خطأ، إذا عافى هم عندهم هناك لازم إذا شاف ظروف إذا شاف شيء لازم يسلمه. طبعا إحنا قلنا هذه من الأسئلة بحد ذاتها كل سؤال ممكن، يعني احنا من مثلا يقول كلمه يعيد لنا اياها الحروف من اخر حرف لحد اول حرف. احنا الاشخاص طبيعيين مرات دايخ انا ما مركز وما اتذكر، فاني ابتديت واحد يعني اذا عاف الظرف وبقيت التستات مالته طبيعيه ما اعول عليه هذا، صار واضح. لكن اذا عنده من ناس هو الحروف حاشيها خطا مثلا، بقيه الكوجنيتيف إجزام كلها ما تأبنا والموجي يعني إيه في الظروف، يعني هذا عدة improper judgment. يعني هذا ما تضرب ترى إحنا مثال مضربة دائما، لكن أكو واي أمثلة تعطي أي حالة إنسانية تحتاج يعني immediate attention من عنده يعني تدخل سريع. مثلا واحد طفل شفته كامش له شخاط وريد يحب نفسه شو تسوي، فإذا قل لك أركبنا وأخذها من عنده هذا صحيح. أما إذا قل لك أخابر وروح أحاشي أهله وقل ليش تبطل شخاطة وليش مدري شنو ونسى الشغلة الأصلية، إذا هذا something wrong with his judgment. هاي هنا خلصنا، أنا ما أريد أطول أحد في الريكورد.